هينتز. اوكي طيب نبدا بقى نقول ان شاء الله ايه احنا هنعمل ايه في الوصفه اللي جايه. احنا عندنا فطيره للنباتيين لطيفه جدا، خلينا نقول مقاديرها وبعدين نعمل الجراتان مع بعضنا. الجراتان ما بياخدش وقت وحاجته بسيطه، خلينا نبدا بالفطيره علشان برضو نعمل حسابهم ان هم يعني فكرنا فيهم برضو. طيب فطيره للنباتيين عباره عن العجينه، عندي كوبايه من الدقيق الاسمر، نص كوبايه من دقيق الشوفان، معلقتين كبار من جنين القمح، 75 جرام سمن نباتي او زيت نباتي، 2 معلقه كبيره لبن جوز هند او لبن الصويا اللي موجود عند حضراتكم. طيب عندي اهي المقادير، عندي جرام من العدس البني او نص كيلو، لتر مرق، ومعلقه كبيره زيت زيتون، ولتر مرق خضار، معلقه كبيره زيت زيتون، 450 جرام من المشروم، حبه بصل مفرومه، 2 حبه جزر مفرومه، عندي عودين من الكرفس المتقطع، كوبايه من الفاصوليا الحمراء او البيضة او الخضراء اللي يعجب حضراتكم، عندي بروكلي، عندي فصين توم، كوبايه ونص حليب جوز الهند لايت. ما احنا حطيناها يا ولاد. دي اللي مع الكريمه الاولانيه مع العجينه. اوكي، فلفل اسود، ربع كوبايه بقدونس مفروم زيت نباتي، افتكرتكم كررنا بس لقيت الكوبايه ونص عرفت انها مع العجينه. نقول تاني، العجينه عندنا كوبايه دقيق اسمر، نص كوبايه من دقيق الشوفان، 2 معلقه كبيره من جنين القمح، حوالي 75 جرام يعني معلقه واحده سمنه نباتي او زيت نباتي، معلقتين كبار من لبن جوز الهند او لبن الصويا، الحشو عندي عدس بني اللي هو العدس بجبه، لتر من المرق هسلق فيه العدس، معلقه كبيره من زيت الزيتون، 450 جرام من المشروم، عندي حبه بصل مفروم، 2 حبه جزر مفرومه، عودين كرفس متقطع، بروكلي، كوبايه فاصوليا حمراء، 2 فص توم مفرومين، كوبايه ونص حليب جوز الهند لايت، فلفل اسود، ربع كوبايه بقدونس مفروم زيت نباتي. كويس، هاخد اول حاجه حله كده وهبدا اسلق فيها العدس، والعدس لما هسلقه في الشوربه او المرق بتاع الخضار، في مرق الخضار. فانا هحط كده وهحط المرق اهو، بسم الله. ممكن يتسلق في ميه عادي لو مفيش مرق اللي يعجب حضرتك، بس انا عايزه اديله تيست وطعم. كده بسم الله، هحط معاه فص ثوم صغنن كده مفروم، وهحط معاه رشة كمون. اهو رشه من الكمون للريحه، فتدي ريحه حلوه وتيست حلو. وانا هديله ايه سلقه كويسه، وبعدين هبدا اصفيه واحطه معايا في الفطيره. اوكي اهو، المفروض الشوربه دي تكون بتغلي وسخنه، هي عندي وسط. وبعدين احط عليها العدس بعد ما اغسله واصفيه، احطه يغلي معاه غلوتين وبعدين يعني يبقى استوى، وبعد كده اروح منزلاه بقى مع باقي المكونات. طيب انا هبدا بقى في العجينه دلوقتي وهسيب ده شويه على النار. وخليني اقول ايه، العجينه عندي بسم الله فيها دي اسمر وفيها الشوفان. الشوفان لو احنا جايبينه حبوب كده، هوري حضراتكم اهو، لو احنا جايبينه كده الشوفان يعني من غير ما نطحنه، في دلوقتي دي شوفان في السوبر ماركت، لكن احنا حتى لو عندنا الشوفان العادي ده احنا ممكن نطحنه. انا طحنت دول فعملته مجروش كده، فبرضه ما يبقاش مضايقني اذا الشكل ده هيضايق حضراتكم يعني. انا هحط دول خلاص معايا، ادي دي الشوفان، وعندي ده جنين القمح اهو، وبيتباع برضه في السوبر ماركت، في علب صغيره كده وبيتباع منه
عند محلات معينه لو عايزين يسالوني وانا اقول لكم. وبرده بتبقى انواع حلوه، بيبقى اعتقد اوفر من العلب اللي بتتباع في السوبر ماركت، لانها بتبقى علبه كبيره بثمن معين وحلوه بتقعد معاكم وقت كتير. طيب بقى الحاجات دي كده، يلا عشان تيجي تشيل الحاجات البس وتعالى. طيب نبدا بقى نقلب الحاجه كده، هنعمل ايه بقى؟ احط الحاجه دي كلها اللي هي الدقيق الاسمر مع الجنين القمح، في العجان بتاع جروهي اهو، هنجربه مع بعض. بسم الله. وبعدين عندي شويه من لبن الصويا او لبن جوز الهند، هعجن حطهم في العجينه. اوكي نعمل العجينه ونطلع زي ما انتم عايزين. طيب الزيت النباتي، هو حاطط الزيت، خليني استخدمه من هنا اهو. الزيت النباتي حوالي معلقتين. بسم الله بسم الله. هزود بقى شويه ميه صغيرين لحد ما تلم معايا العجينه. طبيعي انا حاطه دلوقتي الحلزوني ده اللي هو بتاع العجن، عشان بص هو بيلف في كل الاتجاهات، ودي ميزه الحقيقه فيه، مش بس في النص، فبياخد حتى الجوانب. العجينه دي ما فيهاش خميره، فاحنا مش محتاجين ان احنا نخمرها او تقعد وقت، بس هنريحها. احنا ممكن نطلع فاصل صغير، هضرب ده عشان ما ازعجش حضراتكم، ونرجع بعد الفاصل ان شاء الله نكمل عجينتنا ونطلعها ونفرشها في الصينيه ونشوف هنعمل ايه بعد كده. مستنيه حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا مره ثانيه بعد الفاصل. خلاص العجينه تقريبا لمت، والعدس خلاص قرب يستوي، هطفي بقى زي الفل. هرفع بقى كده اهي، هاخد بقى ايه العجينه الحلوه دي، بصوا ملمسها حلو وطري. حطينا لها جزء من اللبن الصويا، لبن جوز الهند. بصوا العجينه حلوه ومش بتلزق الحقيقه، يعني هي كمان ما بتلزقش، فهي عجينه لطيفه بس ما فيهاش خميره، وصحيه جدا ولطيفه جدا. ممكن تعمل في قوالب الكب كيكس، ممكن تتعمل في فورمه. انا بس سايبه واحده ترتاح شويه، هوريها لحضراتكم اهي. بعد ما بترتاح برده بتبقى لطيفه. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. اما رشه زيت بس وسبتها ربع ساعه، برده لما بترتاح بتفرق في الشكل. يعني اشيل دول كده اهي، ودي اللي احنا لسه عاملينها. بصوا في فرق بقى في الدي بقى الاسمر عكس الابيض. الابيض احنا بنقول بتبقى غامقه اول ما بتطلع وتفتح، ده هنا بتبقى فاتحه وبعدين تغمق اول ما تخمر. بصوا بقى دي يعني ما فيهاش خميره بس هي ارتاحت، فطالما ارتاحت خلاص. هحط بقى دي مكانها هنا واغلف دي واسيبها شويه، وبعدين نبدا بقى ناخد صينيه، حتى اي صينيه. عندي بقى صينيه تارت هعملها، عندي مثلا ممكن اعمل في دي على فكره عشان تبقى سهله عليا واقدر اطلعها ليها شكل كمان، افكها واحطها، فعنديش مشاكل يعني. فخليني بس الاول كده اخلي الصينيه دي هنا، و هي سهله بالايد على فكره، هي مش محتاجه. هسكن بقى العجينه دي، انا عايزه يبقى ليها جوانب زي التارت، فانا هعمل كده. خليني اخد جزء كده هنا. هتبقى لطيفه جدا، مش شرط يعني صينيه معينه اهي. بصوا العجينه طريه بتساعدني افرد بالايد، يعني مش محتاجه حتى والله مردنه،
بس عايز اعمل لها جوانب حلوه عشان هحط خليط جواها، فيبقى الخليط كمان ليه مكان نازل فيه كده، عامله له مكان ينزل فيه. بصوا حلوه ازاي، صحيه وجميله. هنبدا بقى نستخدم كل الخضار ده، هاخده كده سنه على النار وبعدين ابدا اضيفه هنا. فهجهز له برده طاسه لطيفه كده او حله هحطه فيها ده كده، ونبدا نساوي كده. اوكي، نبدا بقى نعمل ايه في المرحله دي. انا سكنت دي كده، هاخد الحله دي واحطها هنا، وهبدا اخد مكونات الجفه. هرفع دي بقى خلاص العدس. بصوا حضراتكم خلاص بقى تمام استوى. خليني بس اقفل العين دي عشان او اقرب دي هنا احسن. وهحط فيها رشه زيت زيتون، رشه زيت، عندي بصل وعندي بصل اخضر. انا الحقيقه طول ما في بصل اخضر بستخدمه، فانا هحط بصل عادي ابيض او حتى اخضر على طول، ما فيش مشكله. بس اكتر كميه من الخضار ممكنه انا هستفيد منها وهحطها الحقيقه كده. عندي توم كمان، فصين توم او شويه توم، انا هحطهم بس تدي تيست كده عشان العدس بيحب قوي يطعم كده. وبعدين عندي بروكلي. انا البروكلي ممكن اقطعه كده صغير، حاجات صغنونه، انا مش عايزاه يعني يبقى وردات كبيره ولا حاجه، لكن لو حابين تحطوا كميه كبيره منه براحه حضراتكم خالص. انا حبيت اطعم بيه بس جزء من الحشو، برضو اديته نص سلقه عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين، رشه ملح فقط وسلقته نص سلقه. وبعدين عندي هنا المشروم، اي نوع مشروم عندي ممكن اخلط بين نوعين اللي يعجب حضراتكم. ده المشروم العلب، لكن لو انا عايزه استخدم الفريش يبقى هشوح المشروم الفريش الاول مع التوم ومع البصل، احط عليه رشه عصير ليمون وابدا اشوحهم لحد ما يطرى علشان ابدا احط عليه بقيه الحاجات اللي مستويه، لان المشروم الفريش هياخد وقت في السوى، لازم اشوحه شويه كده. وبعدين عندي رشه ملح وفلفل خفيفه، مش شرط، ممكن احط فلفل خالص اصلا، يبقى رشه ملح بس كده. هقلب. وبعدين عندي جزر اهو، شويه من الجزر حلوين كده، وهشيل بمصفى، هشيل بمصفى العدس اهو. كده شوية العدس خلاص. وبعدين هقلب كده تقليبة خضار بس يسخن في وسط الخليط كله. وادي الفاصوليا الحمراء. تدي طعم ولون وقيمه غذائيه حلوه جدا. البقوليات بصفه عامه كانها زي بروتين، يعني ما تقلش عن اللحوم الحقيقه. اهو سيقول لكم فطيره رائعه. اصلا الخليط ده اساسا لو اتحط معاه شويه صوص بس ممكن يتاكل مع رز، ممكن يتاكل بالعيش، يعني في حاجات كتير قوي تبقى ميكس كده مع بعض تبقى جميله جدا. هاخده بس في جنب هنا بسم الله، وهخلي اللبن هنا اللي انا هستخدمه اللي هو خاص بالحليب جوز الهند او الصويا. هاخد بقى شويه كده من
الفطيرة الحلوة دي كده، وأبدأ أحط هنا. بسم الله الرحمن الرحيم كده، كمية لا بأس بها، وتقدر تعملي كذا حاجة. وأقدر بالعجينة دي مش بس أعملها على شكل التارت، أقدر كمان أعملها فطاير صغيرة، يعني أخلي العجينة دي بدل ما هي زي التارت كده أخليها حشو فطاير أهو كده. وبعدين كده وابدأ بقى. عندي حاجة لطيفة، أنا الأولانية اللي عملتها ما حطيتش معاها أجبان، حطيت معاها بس الحليب اللي هو لبن الصويا أو الجوز الهند. ولو هنعمل جوز الهند في البيت اللبن هيبقى مية وجوز هند بس يغلوا مع بعض، فهيبقى هو ده الخليط. طيب عندي شوية أجبان كده، خليني أخد شوية صغننين للي مش عايز يعملها نباتي يحطهم، مش عايز اوكي. انا ما حطيتش الحقيقه اجبان خالص فيها، لكن لو هي نباتي مش هحط اجبان، هصب على طول. بصوا بقى الجوز الهند، لبن جوز الهند او الصويا اللي موجود عندي علشان تندمج جوه الخليط. اوكي ده، ومعلقه صغنونه هفرش بس كده. ايه ممكن ادوبها جوه الخليط وممكن تبقى كده. هي عموما اول ما يدخل على حراره هيدوب كله في جوه كل الخليط من غير ما اقلبه على فكره. بس شوفوا كانها يعني طعمها حلو قوي على فكره، يعني طعمها حلو قوي. انا فعلا الواحد لما بيجرب حاجات كده لطيفه وبتبقى مش متعودين عليها ويلاقيها حلوه بيبقى مبسوط. فان شاء الله يا رب حضراتكم تجربوها وتعجب حضراتكم. هبدا احطها في الفرن عشان اسوي ده. عندي فكره بالعجينه اللي اتبقت، اما ان انا هعملها زي الرولز كده واخليها كشكل كده مثلا، شرايط معينه مثلا كده، ممكن تبقى كده ده شكل وتتلزق هنا في باقي العجينه كده مثلا، ونعمل واحده تانية. او ان انا اعملها شرايط، او ان انا اعملها اشكال بالقطعات البسكويت ويبقى ليها شكل لل لما تطلع العجينه التارت دي يبقى ليها شكل كده ظريف. واعمل تاني وندخل اوكي، دخلها الفرن ونطلع بعد كده فاصل صغير بس ادخلها الفرن. احنا الفرن 180، فرن ومروحه اوكي، فرن بس مش هشغل شوايه دلوقتي خالص، هي مش محتاجه تاخد لون اصلا ولا حاجه. هي الفكره كلها اهي كده اهو، دي برضو طريقه لطيفه. وخلينا بقى ندخلها الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم، 180 على الشبكه في النص، هتقعد حوالي من 25 ل 30 دقيقة، يعني على حسب درجة حرارة الفرن عند حضراتكم، أو الفرن حامي الفرن هادي. المهم الحرارة 180 متوسطة، مش هشغل شواية في الأول خالص. واسمحوا لي مشاهدينا الكرام هنضف كده المكان، نطلع فاصل صغير نرجع بعد الفاصل نستكمل باقي وصفاتنا. مستنياكم.